للحديث عن بداية تنفيذ بعض بنود اتفاق الأوقاف معنا من عمان مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور ثامر العلواني. دكتور ثامر، بداية أهلا بك. إدانات واسعة ومتواصلة كما تعلم لاتفاق تقاسم الأوقاف، كيف أجحف الاتفاق بأوقاف أهل السنة؟ وهل يعد استكمالا لما بدأ بعد الاحتلال؟ تفضل. حياكم الله أخي الكريم. حقيقة العلماء جلهم والهيئة منهم وجمعيات ومجامع أخرى اتفقت جميعها على استنكار محاولة الحكومة الحالية الاستمرار في اغتصاب أوقاف أهل السنة في العراق، وآخر هذه الخطوات بهذا الاتجاه كانت هي الاتفاقية التي تسعى إلى تقسيم الأوقاف السنية بين ديواني الوقف السني والشيعي، وهذا ظلم كبير وسرقة واغتصاب مباشر لحقوق وأملاك الناس التي تريد ابتغاء الأجر مما أوقفوه من أملاكهم في حياتهم وبعد مماتهم. ولكن اسمحوا لي أن أقول بأن مشكلة الأوقاف وسرقتها واغتصابها أو السيطرة عليها من قبل ديوان الوقف الشيعي أو من قبل الأحزاب الطائفية هي مشكلة تكررت بكل مرة أو بكل حكومة مرت على العراق بعد الاحتلال وبعد كل انتخابات مع كل رئيس ديوان للوقف السني، وهذا يعني أن المشكلة لن تنتهي مهما قدم الوقف السني من تنازلات، لأن المشكلة الحقيقية قائمة وموجودة بوجود النظام السياسي القائم في العراق، لأن الحكم في العراق يراد له أن يكون طائفياً وبأبشع صوره. هذه هي المشكلة الأساسية التي يعاني منها العراقيون جميعاً سنة وشيعة. الأمر الآخر وهو أن القانون العراقي وقبله الشريعة الإسلامية وعند كل المذاهب الإسلامية السنية والشيعية تحرم المساس بالأوقاف الإسلامية، حتى المذهب الجعفري الشيعي يحرم المساس بالأوقاف ويقر بأن شروط الواقف يجب أن يلتزم بها. طيب إذا كان الأمر كذلك وإذا كان ديوان الوقف الشيعي هو المفترض أن يكون يسير وفق التعاليم والتعاليم المذهب، فإذا لماذا يخالف القوانين ولا يلتزم بتعاليم المذهب الجعفري ولا حتى بالقانون العراقي؟ ولماذا هذا الإصرار على استلاب الأوقاف السنية؟ برأيي أن الأمر هو متعلق بعقلية من هم متسلطون على الحكم في العراق، عقول لا تعرف أن تقود البلاد إلا من خلال خلق مشاكل طائفية تجعل الناس يتخندقون في هذا الإطار. دكتور ثامر، هيئة علماء المسلمين قالت إن الحكومة الحالية اعتمدت ممثل الوقف الشيعي فقط في لجنة الفك والعزل، كيف ترون أنتم في الهيئة كيف ترون هذه الخطوة؟ الحكومة حقيقة اعتمدت مقترح ديوان الوقف الشيعي، رئيس ديوان الوقف الشيعي في مسألة لجنة الفك والعزل. هي لجنة شكلت عام 2008 كانت تنظر بالأوقاف التي يطالب بها ديوان الوقف الشيعي ويريد أن يستلبها من ديوان الوقف السني، فتشكلت هذه اللجنة حتى تحسم الأمر. ولكن ديوان الوقف الشيعي مع أنه وافق على هذه اللجنة وعلى مقررات لجنة الفك والعزل مع ملاحظاتنا عليها الكثيرة ومقررات، لكن تملص منها لأنه لم يستطع من خلال هذه اللجنة اغتصاب الأوقاف السنية التي يريدها كلها، فقدم مقترح وهو أن تحل هذه المشكلة بالاتفاق الودي مع رئيس ديوان الوقف السني ومع رئيس ديوان الوقف الشيعي ومع رئيس الوزراء. بالمقابل قدم ديوان الوقف السني وممثل عن مجلس القضاء الأعلى والممثل عن عقارات الدولة والممثل عن التسجيل العقاري، كلهم قالوا أن الحل لهذه الأزمة يجب أن يكون عن طريق المحاكم المختصة، ولكن للأسف الكاظمي ترك كل المقترحات هذه وكلها الجهات هذه وارتضى فقط بأن يكون مقترح رئيس ديوان الوقف الشيعي هو المعتمد، لأن وللأسف نحن نعلم أن هذا الأمر خطير، لأن من يعين ديوان الوقف السني واقعيا هو رئيس الحكومة، والمفترض أن يكون المجمع الفقهي بحسب القوانين التي أقرت عام 2012 أظن هو من يرشح رئيس ديوان الوقف السني، لكن واقعيا هذا الأمر لم يكن. فعندما يجعلون رئيس ديوان الوقف السني له الصلاحية المطلقة من خلال تمرير هذه الاتفاقات، فهذا يعني أن الوقف السني سيكون خطير جدا، خصوصا إذا ما علمنا أن رئيس ديوان الوقف السني هو الآن يدير الوقف وكالة، وهم وعدوه بأنه بعد إمضاء هذه الاتفاقية المجحفة بحق الوقف السني سيكون معينا رسميا لديوان رئاسة ديوان الوقف السني في العراق. نعم. على ذكر الوقف السني دكتور ثامر، كيف تقيم موقفه تجاه الخطوة الحكومية؟
ولماذا لم يتبنى رفض الاتفاق ولم يطالب بأوقاف السنة؟ موقفه طبعا موقف سيء، موقف يعني منحاز تماما إلى ما يريده تريده السلطات الحاكمة في العراق. للأسف لأن إدارة الوقف السني مفروضة على ديوان الوقف السني فرضا، لا يستطيع أهل السنة أن يديروا أوقافهم بحرية واستقلالية للأسف، وإلا فالموقف يكفي لوحده أن يقف أمام هذه الانتهاكات الوقف السني وحده. هذه السرقات ممكن أن يمنعها الوقف السني، ولكن للأسف أقولها كثير ممن تولوا إدارة الوقف السني غير الدكتور عدنان رحمه الله بعد الاحتلال فرطوا في أملاك الوقف السني من أجل مصالحهم الشخصية، مصالح لا قيمة لها إذا ما قرنت بقيمة الأملاك الوقفية التابعة للوقف السني التي فرطوا به. الآن الهيئة أكدت أنه لم تتبقى أي حجج وقفية لديوان الوقف الشيعي في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية المنحلة كما تعلم. إذن على ماذا اعتمد الوقف الشيعي ليطالب بأوقاف نظيره السني؟ الهيئة اعتمدت طبعا على هذا الكلام من خلال الوثائق المؤكدة التي وصلتها، وهي بحوزتها نسخ منها تؤكد أن الوقف الشيعي استلم كل الحجج الوقفية الخاصة بالوقف الشيعي والتي اتفقوا عليها من خلال الاتفاقات واللجان، وكان آخرها عام 2006. هذا كله كان بمحاضر موثقة من قبل اللجان تم تشكيلها بعد الاحتلال. أما أسرار الوقف الشيعي على هذا الأمر فهو لا يستند إلى شيء، وإنما فقط هو يريد أن يسرق أموال الوقف السني، يعني أنهم لم يكتفوا بسرقة ثروات العراق على مدار 17 سنة فراحوا يسرقون ممتلكات الأموات التي جعلوها من أجل حصد الثواب بعد الممات. وبيان الهيئة اليوم أكد وجود معلومات جديدة وصلت القسم السياسي بأن رئيس ديوان الوقف السني وكالة مستمر بالاتفاق مع رئيس الحكومة الكاظمي ورئيس ديوان الوقف الشيعي بالمضي نحو العمل بالاتفاقية، ولذلك كانت تصريحات بعض المشايخ يوم أمس كانت واضحة بأنه تم البدء بالخطوة الأولى وهو نقل أرشيف ووثائق الديوان الوقف السني إلى أماكن لا يعلموها، أماكن سرية، وهذه خطوة باتجاه خاطئ لسرقة أموال الوقف السني. طيب لمصلحة من مثلا يتم الزج بالأوقاف والأمور الدينية في المصالح والصراعات السياسية ومآرب الأحزاب، لمصلحة من ترونه؟ للأسف من يتحكم ويتسلط على رقاب العراقيين هم أصحاب نفوس مريضة لا تعرف في إدارة البلاد شيء إلا من خلال أنهم يحاولون خلق أزمات ومشاكل مستمرة حتى يمكنهم السيطرة على ثروات العراق، فهم يخلقون مشاكل جانبية حتى تلهي الشعب العراقي عن جرائمهم المستمرة، وهذا يفسر لنا استمرار مآسي الشعب العراقي على مدار السنوات الماضية. دكتور ثامر العلواني مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين، كنت معنا عبر سكايب من عمان، شكرا جزيلا لك.